وللمزيد من المتابعة والتحليل أيضا ينضم إلينا الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل. دكتور أحمد، بعد التحية، يعني بالطبع هناك مقولة شهيرة بأن أساس الاستثمار الصحيح خصوصا الاستثمار الخارجي هو البنية التحتية. في ضوء ذلك، كيف ترى وتقرأ هذه الافتتاحات الهامة التي أجريت اليوم بميناء الإسكندرية، محطة متعددة الأغراض تحيا مصر، وأيضا رفع العلم المصري على سفينة وادي الملوك، بالإضافة إلى العديد من الموانئ المحورية البرية والجافة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو يعني اللي احنا شفناه النهاردة ده جزء من مخطط محطوط سنة 2014. كويس. 2014 اتعملت خطه قصيره متوصله طويله الاجل تنتهي العمل بها لغايه 2030. حصل بعض التعديلات على الخطه مؤخرا، اللي هي اضافه بقى والاهتمام بالخدمات اللوجستيه وكلام من ده في الفتره اللي فاتت. ف سؤالك الاولاني البنيه الاساسيه، هو حضرتك المادة الخام ما تقدريش تعملي بيها اي حاجة غير انها تفضل مادة خام، لابد ان انت تعملي لها تعديلات او قيمة مضافة عشان تقدري تستخدميها. فالمسطحات المائية اللي عندنا مجرد مسطح مائي، لو ملوش ارصفة، لو ملوش غطس واعماق معينة، الارصفة دي لو ما فيهاش خلفها ساحات للتخزين والتوزيع، لو مش مربوط بيها نقل سككي ونقل بري كويس، هتبقى ماده خام. فهو دي البنيه الاساسيه بتعريف بسيط جدا، اللي انت عندك موارد بتبتدي تستغليها وتحسني بنيتها التحتيه، وتبتدي تشوفي ايه اللي محتاجاه من بنيه فوقيه، وتبتدي تشوفي ايه خدمات مكمله عشان تحققي اللي انت بتستهدفيه. اهتمام بقى سياده الرئيس، ومن ضمن الاهتمامات اللي كانت في يعني جدوله او برنامجه قبل الترشح للرئاسه في 2014، كان من ضمن المحاور اللي بيتكلم فيها اللي انا ههتم بالمنافذ البحريه، هزود المنافذ البحريه، ههتم بالخدمات اللوجستيه، ههتم بالتنميه الصناعيه، ههتم بالتنميه الزراعيه، ههتم بتعديل التشريعات. يعني مخطط كان كبير جدا. وشوفنا في مارس 2014 في شرم الشيخ ان او 2015 شوفنا ان هو اتعمل اول مؤتمر استثماري كويس، واعلنت فيه بعض المخططات، من ضمنها مثلا مخطط قناة السويس الجديدة، ومخطط الهيئة الاقتصادية، ومخططات اخرى. فاللي احنا بنشوفه بقالنا يعني 9 سنوات، ان مع كل حاجة بيتم افتتاحها في حاجة مسبقة كانت موجودة ومخطط ليها وبتتنفذ. فده جميل جدا في عهد السيادة الرئيس، ان احنا بنخطط وبننفذ. يعني هديكي مثل صغير، الخطة القومية للطرق. الخطة القومية للطرق دي منتهية من سنة 2008، بس ابتدى التنفيذ فيها من سنة 2014. مع حضرتك سامعني ولا؟ نعم نعم دكتور احمد اسمعك جيدا. فانا بقول لحضرتك يعني العهد اللي احنا عايشينه النهارده في تخطيط، الهدف تنميه موارد، الهدف تحسين الاقتصاد المصري، الهدف رفع مستوى الدخل بالنسبه للمواطن المصري. فكل هذه الرؤى اللي اعلنها سياده الرئيس مع بدايه الترشح احنا شايفينها بتتحقق في مشروع في مشروع في مشروع في مشروع. يعني احنا بس يعني انتوا على بعض يعني دكتور احمد تحدثت الحقيقه عن نقطه هامه جدا، وهي نقطه التخطيط والرؤى الصحيحه وبعيده المدى للقياده السياسيه. كيف تقرأ يعني اهتمام القيادة السياسية بأن يكون هذا الصرح العملاق هو مشروع مصري من رأس مال شركات مصرية، 3 شركات 100%، وأيضا ب
بأيدي عاملة مصرية، وأن يكون هناك إدارة للتشغيل من جانب شركة فرنسية لديها شهرة ومكانة عالمية في هذا المجال، مصنفة من ضمن التصنيفات الدولية الكبرى. نعم، يعني كيف تقرأ يعني كل ذلك في إطار التحديات التي يشهدها العالم، وفي إطار ربط التكلفة بالعائد الاقتصادي، وهذه نقطة هامة جدا. دي طبعا النهارده خد بالك، يعني مع كل بس مشاريع الدولة بتضيف الى العائد الاقتصادي البعد الاجتماعي. ليه؟ لأن النهارده أي مشروع بيقام في الدولة بيبقى له عدة أهداف، من ضمنها البعد الاجتماعي، اللي هو توفير فرص عمل، تحسين حالة مواطن، يعني بيبقى عدة أهداف جنب، مش مجرد مكسب وخلاص. فهي دي الدولة ماشية مع هذه السياسة، وده الاختلاف ما بين الدولة والقطاع الخاص. يعني ممكن القطاع الخاص ينشئ مشروع ضخم جدا بعدد عمالة قليل جدا. كويس؟ الدولة لا، الدولة بتراعي البعد الاجتماعي، بحيث ان هي بتراعي تنفيذ الأداء بالأمثالية بتاعته. يعني كان هناك اليوم حديث من جانب سيادة الرئيس بأن يعني محطة تحيا مصر متعددة الأغراض كانت عبارة عن مسطح مائي، وكان هناك في الأعماق سفن غارقة، ربما كانت هناك سفن تحمل متفجرات. بالتأكيد هناك يعني تكلفة اقتصادية كبيرة جدا لإنشاء حتى الرصيف الأساسي بدون أي معدات. بس خد بالك، يعني النهارده حتى لو في زياده في التكلفه باللي انت ردمتي البحر وعملتي فيه ارصفه، سياده الرئيس قال لك خلي الناس تزرع في الارض. صحيح. يعني نفس الرئيس لما جه يتكلم في الحته دي قال لك خلي الارض طالما صالحه للزراعه الناس تزرع فيها. كويس؟ انا هتحمل تكلفه شويه زيادة، بس على البعد الاجتماعي من ناحية تانية. ما ده اللي انا بقوله، ان انت النهاردة القصة مش مجرد انا استثمار وبكسب، لا، السياسة بتاعت الدولة اسمها تنمية مستدامة. التنمية المستدامة ان انا مش باصص تحت رجلي، انا باصص على المستقبل، خطط على المدى الطويل، طويلة الامد، اللي انا مش هذا الجيل، هذا الجيل وما يأتي من خلفه من اجيال اخرى. كويس؟ فده فعلا اداء وحسن اداء البنيه التحتيه اللي بيقام في مصر دلوقتي فعلا يعني حاجه. انا راجل عندي 61 سنه، اما شفت في العشر سنين انا ما شفتش في الخمسين سنه نفس الحاجه. يعني هديكي مثل صغير فيما يخص النقل البحري. 96 ل 98 كان في مخططات لمحور السخنه ومحور شرق بورسعيد اللي لسه كان تقريرك بيتكلم عنه. نعم. سنه 2001 و2002 ابتدى التشغيل التجريبي لميناء السخنه وميناء شرق بورسعيد. المخطط كان المفروض ان هو من سنه 2002 لسنه 2010 ميناء السخنه دي كانت تبقى 6 احواض. النهارده الفريق كامل بيقول لك انا بكمل الاحواض من 3 و4 و5 و6. معنى كده اللي انت الفتره اللي فاتت دي كلها يا دوبك عملتي الحوض اللي هي المينا يعني او ارصفه، يعني كويس، عملتي حوضين بس، في حين اللي انت كنت المفروض على 2010 اللي فات ده اللي بقاله 13 سنه كنت تكوني مكتمله. شرق بورسعيد نفس الشيء، كان المفروض ان هي فيه اكتر من رصيف وبيخدم اكتر من خدمة بيعملها عن طريق المشغل اللي هو متعاقد مع الدولة من سنة 98. كويس؟ النهاردة هتلاقي الدولة عملت الرصيف الثاني، قوة المسلحة عملت رصيف ب 500 متر، هتلاقي الدولة عملت تنمية صناعية عن طريق الهيئة الاقتصادية. وبالتالي تتوالى الإنجازات على أرض مصر نحو الجمهورية الجديدة. شكرا لك جزيل الشكر الدكتور أحمد الشامي، مستشار النقل البحري وخبير اقتصاديات النقل.